الاهلي بيطوح اللي خايف يروح. النادي الاهلي بيعمل النهارده مباراه هي افضل مبارياته من اول الموسم، وبيكسب نادي سموحه برباعيه قويه جدا، وبيعمل مباراه في غايه القوه، وبيعمل شوط اول مرعب حرفيا، تضيع اهداف عد زي ما انت عايز، وتلات اهداف احلى من بعض. وبنبدا الشوط الثاني بنكمل الضغط ده وبنكمل القوه الهجوميه وسيمفونيه اهلاويه كده، وبعد كده المباراه بتتحول لتقسيمه كده بين لاعيبه النادي الاهلي ونادي سموحه لا حول له ولا قوة، زي ما كابتن ايمن الكاشف بالظبط كان بيقول وانا مالي يا لمبي. بجد والله نادي سموحه صعب عليا النهارده. النادي الاهلي كان في حاله قوه مفرطه كده، كل لعيبه النادي الاهلي فايقه، يعني لما تتكلم عن اللعيبه واحد واحد فيهم كده كلهم فايقين، مفيش حد بره فورمته النهارده، مفيش حد كان وحش، الفريق كله فايق فرديا وجماعيا وسيمفونيه اهلاويه النهارده، وافضل مباريات الاهلي فعلا من بدايه الدوري. هنتكلم في كل تفاصيل الماتش، وهنتكلم في تشكيل النادي الاهلي وفي تشكيل سموحه، وهنتكلم مين افضل واحد النهارده في المباراه في النادي الاهلي ومين الاسوأ كده، ومستني رايكم تحت في الكومنتات، شايف مين افضل لاعب النهارده في لعيبه النادي الاهلي مع ان لعيبه النادي الاهلي كلهم كانوا فورمه النهارده وكانوا في حالتهم وعملوا مباراه كبيره، ومين الاسوأ النهارده في النادي الاهلي ده لو في اسوأ يعني. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل المباراه، ما تنساش تخبط لايك الفيديو وشير على قد ما تقدر، لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك دلوقتي، شغل الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات اللي هنعملها بعد كده. يلا بينا. القاضي موقف شرط الجول القاضي موقف القاضي النادي الاهلي النهارده بيعمل مباراه كبيره جدا على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي كمان، ما كانش فيها هجمات قويه على دفاعات النادي الاهلي، الدفاع النهارده كان واقف على رجليه جدا، وعلى المستوى الهجومي بقى حدث ولا حرك، كل اللعيبه كانت فايقه، كل لاعب كده اللي مسجل هدف واللي مسجل هدفين واللي عامل اسيستات واللي جايب ضربه جزاء، وخط الهجوم بتاعك كله كده كان فايق، والنادي الاهلي بيضرب سموحه برباعيه نظيفه وبيصعد كده في جدول ترتيب الدوري العام، وبيقلص الفارق كده مع نادي الزمالك. نادي الزمالك على الصداره لاعب 27 مباراه معاه 61 نقطة، أما النادي الأهلي فلاعب 21 مباراة، لسه 6 ماتشات متأجلين للنادي الأهلي معانا 45 نقطة، الست ماتشات دول لو كسبتهم كلهم ب 18 نقطة تعدي نادي الزمالك بفرق نقطتين، نادي الزمالك دلوقتي متصدر فارق عن الأهلي ب 16 نقطة، لكن طبعا فرق المباريات لسه في صالح النادي الأهلي لو قدرنا إن احنا نكسب المؤجلات، لكن أداء قوي جدا من الأهلي. وأنت بتلعب مع مين؟ بتلعب مع نادي سموحة اللي بعد هزيمته النهاردة هو في المركز الرابع معاه 40 نقطة، عامل أداء قوي جدا، كفاية إن سموحه لسه من ماتشين كسبان بيراميدز 3-0 وعامل اداء قوي جدا، وموجود في كاس مصر كمان دلوقتي في دور الثمانيه، عنده مباراه مع بيراميدز برده، بتلعب قدام نادي كبير عنده لعيبه قويه جدا، عنده خط هجومي مرعب كده، عنده مصطفى فتحي وعنده احمد عبد القادر، اتنين لعيبه مميزين جدا في الدوري السنه دي، لكن النادي الاهلي بيعمل ماتش من افضل ماتشاته. ندخل كده في تفاصيل المباراه، وهنبدا الاول بتشكيل النادي الاهلي. موسيماني بيلعب النهارده بالتشكيل الطبيعي للنادي الاهلي 4-2-3-1، في حراسه المرمى محمد الشناوي اطمنا عليه الحمد لله على سلامته، كانوا قالوا انه اتصاب كده في التمرينات، وفي ناس طبعا بدات ان هي تركب الموجه كده وتقول ان محمد الشناوي بيدعي الاصابه عشان الغلطه اللي غلطها الماتش اللي فات، وحاسس ان هو هيقعد على الدكه، لكن طبعا مفيش الكلام ده، وموسيماني بيبدا بمحمد الشناوي في حراسه المرمى حارس مصر الاول، باك يمين اكرم توفيق وباك شمال علي معلول، واثنين سرد باكات بقى. بص الماتش اللي فات كنا بنلعب باثنين سرد باكات، بدر بنون وجنبيه رامي ربيعه، بدر بنون طبعا معاه انذارات فموقوف الماتش ده، ورامي ربيعه كان مرتاح على الدكه، وبتلعب باثنين سرد باكات مختلفين عن الماتش اللي فات خالص، ياسر ابراهيم وايمن اشرف، التنوع والتدوير ده كويس جدا طبعا للنادي الاهلي في ظل ضغط الماتشات اللي احنا بنتعرض له. اتنين ديفندرات في نص الملعب، حمدي فتحي وعمرو السوليه، بيريح اليو ديانج النهارده، صانع العاب محمد مجدي قفشه، وده اللي محتاج يريح الفتره الجايه، لازم ناصر ماهر يبدا ياخد كده في مباريات من اولها او ينزل كده بديل، ولازم وليد سليمان لما يرجع كمان من اصابه ان شاء الله الحمد لله على سلامته يرجع بالف سلامه يبدا برده يلعب في المكان ده، ونريح قفشه شويه لان الراجل فعلا ما بيرتاحش. وينج يمين النهارده حسين الشحات اللي عمل مباراه من افضل مبارياته النهارده، وبدا يسترجع كده مستواه بشكل كبير، وهو ده اللي احنا مستنيينه من حسين الشحات. ووينج شمال النهارده طاهر محمد طاهر، ومهاجم وحيد محمد شريف دباح النادي الاهلي وافضل مهاجم حاليا موجود في مصر. اما تشكيل سموحه النهارده فبدا بنفس تشكيل النادي الاهلي 4-2-3-1، في حراسه المرمى الهاني سليمان، باك يمين اطهر الطاهر، وباك شمال رضا، واثنين سرد باكات نبيل والبدري، قدامهم اثنين على الدايره حمص وجنبيه عبد الحليم، قدامهم احمد عبد القادر صانع العاب، وعلى يمينه مصطفى فتحي، وعلى شماله عبد الكبير الوادي، ومهاجم وحيد
الوحيد ديريك نيسيمبا. دي كده كانت تشكيله سموحه النهارده وتشكيل النادي الاهلي. وبتبدا المباراه والنادي الاهلي فايق جدا كده في بدايه المباراه وهاجم على النادي سموحه وبيحاول يضيع بعد اول كده 7-8 دقائق في الماتش كانوا قص نبض من الفريقين، لكن النادي الاهلي بدا الهجوم كده بقى. وفي الدقيقه 9 الهجمه الاولى للنادي الاهلي كره لطاهر محمد طاهر بياخدها واحد على واحد وبيلتحم كده بقوه جدا وبيقدر يدخل على المرمى، وكره كانت سهله جدا ان هي تكون هدف اول، لكن طاهر بيشوطها على طول بيتالق فيها الهاني سليمان وبيخرج الكره لضربه ركنيه. بعديها على طول في الدقيقه 10 بتيجي كره لحسين الشحاب بقى انفراد كامل بالمرمى بينطلق على طول وبياخد الطوليه برضو اللي النادي الاهلي كان بيلعب عليها، خصوصا في الشوط الاول بتلعب الكره الطوليه واللعيبه بتاعتك سريعه بتقدر ان هي تضرب الاوفسايد وتخترق وتنفرد بالمرمى. محمد شريف وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات الثلاثه كانوا بيعملوا الموضوع ده كويس جدا. عملها طاهر شفناها في الدقيقه 9 وراح بيها انفراد على الجول، وعملها بعديها حسين الشحات وراح على الهاني سليمان ورقصوا بقى وجابوا يمين وجابوا شمال وقعدوا على الارض كده، والكره كانت سهل جدا ان هي تكون هدف. كان معاه هنا محمد شريف لو لعب له الكره بالعرض كانت هدف طبعا، لكن انا هنا ما اقدرش الوم على حسين الشحات. كره لازم طبعا ان هو يسددها على الجول، خصوصا ان هو عمل فيها مهارات جامده جدا ورقص الجول وقعده على الارض، والكره الطبيعي ان هي تيجي جول بيسددها لكن بتطلع فوق العرض وبيضيع فرصه هدف 100% مؤكد للنادي الاهلي من اول المباراه. وبصراحه بدات اخاف كده، النادي الاهلي الماتش اللي فات ضيع هجمات كتير جدا وضاع مننا الفوز في الاخر واتعادلنا، فبدات اخاف كده من ضياع الهجمات، خصوصا كمان ان في الدقيقه 17 بتترفع كره من علي معلول لمحمد شريف اللي من المرات النادره اللي اشوفه يطلع ويعمل جامب ويلعب بدماغه بالروعه دي، بيلعب كره بدماغه ممتازه جدا بتيجي في العارضه وبتضيع برده فرصه هدف اول للنادي الاهلي. ضيعنا كتير فعلا في الشوط الاول، بعديها كمان لسه التضييع مستمر، كره لمحمد شريف بياخدها انفراد وبتتجنح منه كده وبيرقص الجول لكن بيختل توازنه وبيقع وبتضيع فرصه برده الهدف الاول. عمالين نضغط عمالين نهاجم روحنا بانفرادات كتير جدا، سموحه مش موجود معاك في الماتش لكن لسه مش قادر تسجل. وبعديها في الدقيقه 26 كره من اميز كرات الشوط الاول طوليه من ايمن اشرف اللي بيعمل الطوليات بيرفكت كده بالمسطره بالظبط للمهاجمين، بيعمل الكره لحسين الشحات لكن فعلا اوفسايد، بص بفرق بسيط جدا حسين الشحات بيسجل هدف من احلى اهداف الموسم، او مش من احلى اهداف الموسم، كان هيبقى احلى هدف في الموسم مهما كانت بقى الاهداف اللي فاتت او الاهداف اللي جايه كمان. بياخد الكره كده على صدره وبيعمل تشميسه اللاعب سموحه وبيعملها باكورد وبيسجل هدف رائع جدا، لكن للاسف الهدف كان اوفسايد صحيح فعلا على حسين الشحات والفار بياكد الاوفسايد ده، وللاسف حسين الشحات بيتحرم من هدف كان هيكون افضل اهداف الموسم. بعديها على طول في الدقيقه 41 هدف اول للنادي الاهلي عن طريق محمد شريف، والنادي الاهلي بيفتح على الرابع بقى بعد ما جاب الهدف الاول كده اللي عمل فيها 1 2 هو وطاهر محمد طاهر وبياخد الكره وبيخش على المرمى. محمد شريف من انصاف الفرص بيسجل، مهاجم خطير جدا جدا جدا، وبعديها على طول سموحه ما بيلحقوش يا عيني بيسنطروا كده الكره بتتقطع والنادي الاهلي بيروح بالكره ناحيه الشمال، علي معلول بيرفع كره وفعلا ما لحقتش اجيب بيها صوره من سرعه اهداف النادي الاهلي. انت بتتكلم في 3 دقائق كده بتسجل 3 اهداف سرعه رهيبه، اللي هو فعلا نادي سموحه ايه يا جدعان في ايه، رفعوا على الصفحه بتاعتهم على طول بعديها بوست كده طب ايه طيب يعني هنعمل ايه، النادي الاهلي فعلا بينفجر في وش سموحه كده وبيسجل 3 اهداف. الكره دي علي معلول راح بيها ناحيه الشمال ورفعها بتيجي لحسين الشحات بياخدها على الطاير بيمينه على طول وبيغلط فيها الهاني سليمان، لكن فعلا كان لازم حسين الشحات يسجل هدف، كان متالق بشكل كبير عمل اسيستات وكان ايجابي جدا على المرمى وبيسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي. وبعديها على طول يا دوبك بيسنطروا بنقطع الكره برده وبيروح حسين الشحات بياخد ضربه جزاء صحيحه طبعا 100% ومستني رايكم فيها تحت في الكومنتات، هل كانت ضربه جزاء صحيحه ولا كانت ممكن تعدي، لكن انا شايفها ضربه جزاء 100% صحيحه طبعا لحسين الشحات اللي بيعدي الكره وكان رايح كده بيتزحلق عليه لاعب سموحه وبياخد ضربه جزاء بينفذها علي معلول وبيسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي. ايه يا جدعان في ايه، نادي سموحه بيشتكي من اللي النادي الاهلي عامله فيه. وفعلا بينتهي الشوط الاول على طول بتقدم النادي الاهلي على سموحه 3-0 عشان يبدا الشوط الثاني كده والنادي الاهلي نازل ضامن الماتش خلاص. فموسيماني بيعمل تغييره بيطلع محمد الشناوي بينزل مكانه علي لطفي، بريح محمد الشناوي كده اللي كان اتصاب اصابه خفيفه في التمرين لكن بدا الحمد لله واطمنا على سلامته، وبينزل علي لطفي عشان برده يبقى رجليه في الملعب. ومع بدايه الشوط الثاني على طول بعد 10 دقائق كده النادي الاهلي بيسجل هدف رابع بقى افضل اهداف المباراه من وجهه نظري، سيمفونيه كده بتتعمل بين علي معلول ومحمد مجدي قفشه. علي معلول بيجي بالكوره وبيلعبها لقفشه اللي بيقف عليها كويس جدا، بص قفشه هنا استلم الكوره كان علي معلول لسه ورا على ما انطلق بقى وعدى اللاعبين بتوع سموحه دول. نيجي في الصوره اللي بعديها تلاقي قفشه اللي تقل على الكوره جدا وبيلعبها له ايه متقشره كده لعلي معلول اللي بيبص على طول وبيلعب الكوره بالعرض. محمد شريف كان في ظهر لاعب سموحه بيخطفه على طول وبيقطع على القريبه وبيسجل من لمسه واحده هدف نموذجي طبعا للنادي الاهلي، وهدف من وجهه نظري هو افضل الاهداف الاربعه للنادي الاهلي. وبعد كده بقى المباراه بتتحول لتقسيمه حرفيا للنادي الاهلي خلاص، بدا ان هو يريح النجوم بتاعته وينزل اللعيبه اللي من بره ويخليهم يشاركوا كده في المباراه، نزل محمود كهربا ونزل اليو ديانج وريح عمرو السوليه وريح طاهر محمد طاهر وبينزل كمان صلاح محسن ويريح حسين الشحاب، بعد كده بيطلع
يطلع محمد شريف وينزل جونيور اجاييه، وبدات كده المباراه تتحول لتقسيمه للنادي الاهلي. ومع ان النادي الاهلي ضمن المباراه خلاص ورباعيه نظيفه، لكن الاهلي لسه بيحاول يسجل كمان. ضيعنا كذا كوره، محمد شريف كده كان بيحاول يسجل الهاتريك وشاط كذا كوره على الجول، لكن كان بيتصدى لها الهاني سليمان، ومحمود كهربا شاط واحده بشماله حلوه لكن الجول مسكها، وكره جت لحمدي فتحي كده قشرها له محمد مجدي قفشه. الجولدن بوي النهارده اللي بيعمل باصات ممتازه جدا، لعب له كوره وقدام فراد على الجول، لكن العارضه بتحجب الهدف الخامس للنادي الاهلي. وبعد كده بتنتهي المباراه خلاص، النادي الاهلي مسيطر عليها بالطول وبالعرض، وسموحه مستسلم تماما مش قادر يعمل اي حاجه، هجمات منفرده كده بس مصطفى فتحي هو اللي كان عامل قلق شويه وخطوره لدفاع النادي الاهلي اللي كان واقف على رجليه كويس جدا. ممتازين جدا النهارده ايمن اشرف وياسر ابراهيم، عملوا فعلا مباراه كبيره. وبتنتهي المباراه تماما والنادي الاهلي بيكسب سموحه برباعيه نظيفه، وعملنا ماتش كبير جدا وقدرنا ان احنا ناخد الثلاثه بونت، ودي كانت اهم حاجه النهارده. نخش كده بقى على تقييم لعيبه النادي الاهلي. محمد الشناوي النهارده لم يختبر، يعني لما تيجي تتكلم عن محمد الشناوي ما اختبرش النهارده، 6.7 محمد الشناوي. اكرم توفيق عمل مباراه كبيره جدا النهارده 7.10، علي معلول النهارده 9.10، عمل 2 اسيست في المباراه وسجل هدف ضربه جزاء بيعوض المباراه اللي فاتت وتضييعه لضربه الجزاء، وانه عمل مباراه فعلا كانت سيئه قدام بيراميدز. 2 سرد باكات النهارده 10.10 الاثنين الله اكبر عليهم. ياسر ابراهيم نجم من نجوم المباراه من وجهه نظري، عمل ماتش كبير جدا، وجنبيه ايمن اشرف كان متالق برده. عمرو السوليه النهارده 8.10، حمدي فتحي 9.10 النهارده، واحد من نجوم المباراه. اللعيبه كلها النهارده كانت الله اكبر عليها بجد، مش قادر اختار مين افضل لاعب النهارده. مجدي قفشه 9.10، حسين الشحات نجم المباراه الاول من وجهه نظري، يعني لو هختار واحد من اللي موجودين في الملعب هختار حسين الشحات، مع ان محمد شريف والله العظيم كان جامد جدا برده النهارده، ونفس الكلام ياسر ابراهيم. كذا لاعب النهارده من الاهلي كانوا رائعين جدا، لكن حسين الشحات 10.10، طاهر النهارده 7.10، ومحمد شريف 10.10. لعيبه النادي الاهلي كانوا رجاله، عملوا مباراه كبيره جدا جدا، وفعلا قدرنا نفوز نتيجه تقيله على سموحه ونتيجه مستحقه جدا للنادي الاهلي. اما بقى بالنسبه للايجابيات، فاول حاجه في الايجابيات النهارده محمد شريف النهارده بيسجل هدفين عشان يرفع رصيده التهديفي ل 11 هدف، ويخش كده في مسابقه هدافين الدوري العام اللي على صدارتها احمد ياسر ريان اللي متالق جدا، المعار من النادي الاهلي لنادي سيراميكا كليوباترا، جايب 15 هدف على صداره الهدافين. يجي من بعديه كده اشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك اللي مسجل 12 هدف، لكن مسجل فيهم ضربات جزاء كتير جدا اشرف بن شرقي، غير محمد شريف اللي يجي بعديه اللي مسجل 11 هدف ما فيهمش ولا ضربه جزاء، والنادي الاهلي متاخر له ماتشات كتيره عن نادي الزمالك، لسه 6 ماتشات مؤجلين للنادي الاهلي. محمد شريف يقدر يزود رصيده كتير جدا ويعدي اشرف بن شرقي ويعدي كمان احمد ياسر ريان ويبقى هداف الدوري ان شاء الله السنه دي. ده من وجهه نظري محمد شريف معدله التهديفي مع النادي الاهلي مرعب، ومن وجهه نظري هيبقى هداف الدوري باذن الله، وبرقم قوي جدا كمان غير السنين اللي فاتت كلها. طيب تاني حاجه بقى في الايجابيات النهارده، خط دفاع النادي الاهلي اللي بيحصل فيه تدوير كده. لعبنا الماتش اللي فات ببدر بنون وجنبيه رامي ربيعه، النهارده بتلعب بياسر ابراهيم وجنبيه ايمن اشرف، وبتعمل اداء رائع الماتش ده، وبتعمل اداء رائع الماتش اللي فات. خط دفاعك الماتش اللي فات مع اننا استقبلنا هدفين ما كانوش يسالوا عن اي هدف فيهم، الرباعي ممتاز جدا وبتعمل بينهم تدوير، وده هيفرق معانا بشكل كبير، وعايزين تدوير كمان في باقي المراكز باذن الله عشان ضغط المباريات اللي على النادي الاهلي ما ياثرش علينا وما ياثرش على النتائج ولا على اداء النادي الاهلي. الحمد لله عندنا لعيبه كويسه جدا، ال11 اللي بيبقوا في الملعب واللي قاعدين على الدكه كلهم كده نفس المستوى، والتدوير رائع جدا من مستر بيتسو موسيماني. وبس كده خلصت كل اللي عايز اقوله في مباراه النهارده، مستني رايكم تحت في الكومنتات مين كان افضل لاعب في لعيبه النادي الاهلي ومين كان اسوا لاعب النهارده، وانا عارف انكم هتحتاروا في الموضوع ده، في ماتشات كتير كده بتبقى عارف مين احسن لاعب في المباراه بتبقى باينه، وبتبقى عارف مين اسوا واحد في الملعب، لكن ماتش النهارده الافضل هتحتاروا فيهم في 4 أو 5 لعيبه كانوا في التوب فورم بتاعتهم وكانوا جامدين جدا النهارده، واما اسوا لاعب في المباراه ما اعتقدش ان في حد يقدر يختار لاعب بعينه كده ويقول ده كان الاسوا النهارده، اللعيبه كلها كانت كويسه جدا. وما تنساش تخبط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، لو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب دلوقتي، شغل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هعملها بعد كده. سلام.